فقامت رئيس الجمهورية أريد أن أقدم إلى فخامتكم سؤالا، هل هناك حلا جديا للمشاكل التي تعيق الشباب لمزاولة النشاط الزراعي؟ شاهدين كل السنين يوم ان احنا سيطرنا اول باريل على البترول 2003 ده في وقت ده قلت التشاد ده هما دولة بترولية، لكن دولة زراعي والدولة هنصر الحيوانية. اذا بدا لسائل ان يسأل عما يدور بين هؤلاء الفتية ورئيس الجمهورية وسط هذه الحشود الكبيرة، الاجابة بصريح العبارة انها الجمهورية الرابعة، حيث لا مستحيل فيها ما دام يساعد في التغيير حتى ولو كان استجواب ولاة الأمر. هذا ما كان الجميع بصدده في حيثيات اختتام المنتدى الوطني الأول للشباب. خمس من الشباب المشاركين المفوضين من قبل 400 مشارك أوقفوا رئيس الجمهورية على منبر ساخن بطرحهم عدد من الأسئلة عليه فيما يخص قضايا الشباب بكل شفافية ويجيب عليها. هذا السؤال: وما رؤيتكم في الجمهورية الرابعة للشباب وعمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة؟ بدون لف ولا دورا ومباشرة يعقب السؤال الإجابة الضافية: سهي جمعياتنا الشباب ده في المجتمع الوطني عندهم دور مهم جدا، دور مهم في المجتمع ودور مهم للبلد. عشان شنو؟ الجمعيات ده عندهم اهداف، اهداف اساسيه سواء كان تربويه او تنميه. سي نظرنا عنه في بلدنا فيها جمعيات كثيره جدا عن الشباب، ما في قياده من الشباب عند له كفاءة، عند أفكار ويقدر يكلم بأسمة الشباب أو منظمة أنه هو اللي عملها فوقها، عند له أهداف توضيح الأهداف وبعد ذلك ممكن الشباب الآخرين بمشي بها. لكن أنت تعمل لك منظمة بعد ما تعمل شيء يعني مهم دفاع لمصلحة الشباب يبقى دفاع، تدخل في سياسة تمرق في النقابات بعدين تمرق وين بطن في خشن بيت وفي دي وفي ده شنو ده؟ ده ما مبرجل ده ما معروف ده. لازم تفكر مكان انه تعمل تنظم منظماتكم او تاسيس منظماتكم وكتسورة تفكروا الشيء اللي انتم دايرين ده شنو اهدافكم، ده شنو واضح اهدافكم، ده شنو واضح. لو اهداف ده بخصة الخير للبلد وللشباب وقت ذاك حكومة بسايدة. لكن أهداف كان بيجي الضرر، ضرر للبلد، حكومة بسايدة. سؤال وسؤال آخر، خمسة أسئلة رد عليها رئيس الجمهورية بصدر الرحب وبكل روح رياضية. ولإضفاء طابع المرح طلب رئيس الجمهورية المزيد من الأسئلة فارتفعت الأيادي فترجل الرجل. أنا دوت الكبير بالي يسيلا. يا لا فوتو دي فامي aussi. Ils sont nombreux. يا لا فوتو دي فامي également. Bene, ils sont nombreux alors donc venez là. Merci. ولعل ما يميز هذا الحدث التاريخي الأول من نوعه أكثر هو الثنائية اللغوية الحقة التي كانت واضحة في كل فقرات الحفل الختامي، وهذا إن دل فإنما يدل على أن اللغة العربية بخير طالما حفظ لها هذا الجيل حقها. وهنا تنتهي الكلمات وتتعالى الهتافات
بنص النشيد الوطني: ارفع عينيك فالمستقبل لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. Le léger l'avenir est à toi.